مساء الفخر والانتصارات على كل السادة المشاهدين مشاهدي قناة المحور في مصر وفي الوطن العربي. طبعا في البداية أنا برحب بحضراتكم وكل سنة وكل حضراتكم بألف خير بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. طبعا أنا قبل ما نبتدي كلامنا خليني أرحب بزمايلي وحبايبي اللي موجودين معايا في الاستوديو. ازيك يا رند؟ أنا كتير منيحة. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا عامل إيه؟ ازيكم أنتوا كمان يا أحلى ناس في العالم. النهاردة حقيقي أو الأسبوع ده هو أسبوع الفخر والانتصارات زي ما مروة قالت، لأن هو بيفكرنا بذكرى السادس من أكتوبر اللي الجيش بتاعنا رد لنا كرامتنا وانتصر على العدو الإسرائيلي. وكمان ده كان فخر مش لينا احنا بس، فخر لكل الوطن العربي، مش كده يا رامز؟ 100% فعلا. قيمة الوطن بتنعرف أكيد من التاريخ المشرف والحاضر الرائع والمستقبل المشرق. مشان هيك ذكرى أكتوبر رح تكون دائما محفورة بقلوبنا وبأذهاننا كمان، ورح نعلم أولادنا أنه فعلا الوطن وفقط الوطن هو اللي بيستحق أنه نبدي بدمنا وروحنا وبكل ما نملك. جميل، وده كمان لازم يعني نعلمه لأولادنا. صح. وطبعا كل التقدير والشكر والحب والاحترام لكل الجيش المصري طبعا والقوات المسلحة اللي فعلا رفعوا رأس كل المصريين وعززوا كرامة المصريين. يا عمرو فدي ده حقيقة، ده أسبوع جميل ومليان فعلا ذكريات حلوة. ده حقيقة، وإحنا كمان النهاردة عايزين يعني نقف وقفة احترام لكل فرد من أفراد الجيش المصري، لأن هو أثبت براعته وجدارته قدام العالم كله ورفع رأسنا حقيقي. يعني صراحة يعني ذكرى أكتوبر كمان تاخدنا لوقت كتير حلو، زمن جميل جدا. الراديو الحلو اللي أنت دائما كنت تسمعي فيه الأخبار الحلوة. بالضبط، والأفلام الجميلة. عشان هيك اليوم رح يكون معنا ضيوف مميزين جدا جدا من أيام الزمن الجميل والفن الجميل، وإن شاء الله كل أيامكم تكون فخر وانتصارات وعزوة دائما وأبدا. جميل. دي حقيقة. وساعات كمان انتصارات حرب أكتوبر كان في أغاني حلوة جدا النهاردة هنتكلم عنها كتير في الحلقة، فأنا متحمس جدا للحلقة دي لأن أنا بحب أيام زمان وحاسس كده ان انا من جوايا روحي قديمه، حنين الماضي، عايز ترجع للحاجات دي مع اني ما عشتهاش شخصيا. انا مواليد 90 فحديث جدا بالنسبه اللي بنتكلم عنه، بس كان نفسي اعيش في الفتره دي. ما هو يعني الواحد دائما بيقولوا انه الاصل برده، فانت اكيد كبرت ببيت كلياته هذه الاشياء الراقيه وذكريات جميله. بالضبط، يعني انا كمان عشان عائلتي موسيقيه فمشغلين الراديو. بالضبط، يعني انا اردنيه بس انا تربيت على الفن المصري وكنت دائما احس بانتمائي فعلا لمصر. طبعا. مش عم بحكي عشان الكاميرا، قبل ما حتى اكيد اصير جزء من العائله المصريه. عن جد، ودايما فعلا يا رند برضو الاغاني المصريه اللي هي التاريخيه دي مش بتسمع بس في مصر، ولكن فعلا كانت بتسمع في كل العالم وفي الوطن العربي، وتفضل الاغاني دي موجوده لحد دلوقتي معانا في كل مناسبات حلوه لازم بنشغلها، وبتوقف شعر البدن. طبعا، يعني بتحسوا عن جد لها هيبه اللي بتحسي حالك انه متاصله بخلينا نحكي البلد اللي انت فيها. فانا كثير مبسوطه صراحه بهذا. وانا كمان النهارده عشان احنا هنرجع ذكريات كتير جدا لينا ولكل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا، فتابعوا الحلقه دي عشان بجد بجد حلوه جدا. وانا قاعد كده النهارده فخور في أيوة. ادرينالين. صح. مضغوط مضخوخ في عروقي عشان التوبيك الصراحه او الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده موضوع يستدعي الفخر. يعني صراحه، طب خلينا بما اننا عم نحكي عن ايام زمان وايام الزمن الجميل، ايش اكثر شيء بتحني له من ايام الزمن الجميل؟ حتى لما تشوفي افلام الابيض والاسود، ايش في شيء بتحكي يا الله يا ريت انا عايشه بهذا الزمن؟ احلى حاجه الواحد بيشوفها وبيحن ليها وبتبقى احلى الاوقات لما ببقى قاعده فاتحه فيلم ابيض واسود، الهدوء النفسي والسلام النفسي اللي بيبقى بين الناس. البساطة. دي من الحاجات دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد، خد بالك احنا برضو ممكن يكون كل واحد عنده رفاهيه حواليك كبيره، يعني احنا برضو قاعدين مش مثلا مش مضغوطين، ولكن رتم الحياه نفسه وسرعته بقى اسرع بقى خلي الواحد دايما متعصب، دايما متسربع، دايما مخلي كل واحد حاجه على اعصابه. لما بتشوف بقى زمان الشوارع الفاضيه وبتشوف الناس قد ايه كان في بينهم مساحات، فدي برضو من الحاجات اللي بتخلي الواحد نفسه يرجع لزمان. دي حقيقه. انا كان نفسي الصراحه اشترك في فيلم بتاع اللي هو اللي فيه السكتش بتاع دق الشماسي. يا الله شحلو، مبهج والوان ولذاذه وروح حلوه، تحس ان مفيش مشاكل. بالظبط، تحس الحياه خلص. وردي كده. شوفي، لا هلا اكيد كل زمان كان فيه مشاكل أكيد. بس هم كيف البساطه، عن جد البساطه احلى شيء انا برايي. صح. كمان الشخصي، غير انه الناس كانت تحب بعض، الناس السلام النفسي ده كان مهم قوي. مش معقول بعدين حتى بتحسيهم كلهم شيك بهذاك الوقت، كله مرتب، كله متكتك،
بتاعك، الاغاني على التكه، يعني انا بتمنى ارجع لهذاك الوقت، وبتمنى اتعرف على عمر الشريف او عبد الحليم حافظ واتجوزه. لا ده هي عندها امنيات اخرى يا جماعه، هي عندها امنيات اخرى نفسها ترجع للزمان، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي نفسها فيها. مختلف قوي عمر الشريف، مش زي عبد الحليم على عمر الشريف يعني. يا ده يا ده. اوكي. انا كان نفسي يعني اتجوز شاديه، يعني الفنانه الكبيره شاديه، صراحه انا بشوفها صراحه ان هي اندر ريتد، او اللي هو مش واخده حقها زي بقيه الفنانات، لانها فنانه قديره في التمثيل وبتعمل سكتشز رقص وكمان غنى، صوتها يجنن. انا مطربتي المفضله شاديه، فعلا في ناس كتير جدا مع فريد الاطرش. فكرنا كده يا عم على حبي وحبك. الاغاني الجميله اللي احبك كتير وحبك، ولا كان على بالي احبك. صح، اغنيه من الاغاني الجميله. شلل من حبك، يا سلام على حبي وحبك. عايزين ميكروفون يا استاذ رائي بعد اذنك استاذ عمرو عشان هو اللي هيغني النهارده. مين ايه اكتر الافلام اللي رجعتكم كده لايه لحد دلوقتي، ترجعكم لايام زمان وتفضلوا ويفضل الفيلم ده موجود في اذهاننا ومحفور جوانا وبنحب نتفرج عليه؟ انت يا عمرو ايه الفيلم؟ لا ابدأ براند قبل ما افكر. انا صراحه ايش اللي بيذكرني او ايش اللي بيحببني بايام زمان وايام الافلام الابيض والاسود، هو مش فيلم معين، يعني انا مثلا بحب ابي فوق الشجره، بحب كثير من الاشياء القديمه، بس انا كنت احب اللمه بالبيت لما نحط على التلفزيون المصري عن جد ويكونوا عارضين فيلم قديم، وبقى قاعدين انا وماما وبابا والله الله يعني كانت اجواء العيله والكنكنه واحنا بنطلع على فيلم، ولما تيجي هيك مثلا لقطه معينه انه بتعرفي كلياتك يصير كلياتنا مركزين بالشاشه زي ما انا عامله دلوقتي مبحر عينيا. هي الاشياء التجمع الحلو اللي هو التجمع قدام فيلم واحد ده كان احلى حاجه، اللي بيحسس الناس بالدفى، فدي طبعا من احلى الحاجات. دي حقيقه. احنا هنتكلم لسه كتير جدا. دي حقيقه، احنا هنتكلم لسه كتير. بالظبط. يلا نطلع فاصل. هنتكلم كتير جدا في الحلقه دي عن ايام الزمن الجميل، بس دلوقتي هنشوف تقرير عن انتصارات السادس من اكتوبر، وهنطلع فاصل نرجع لكم تاني. فهو هنا وبما اننا النهارده بنتكلم عن زمان وعن الزمن الجميل زي ما بيقولوا عليه، النهارده معانا الموسيقار الكبير جدا، العلامه، الرمز من رموز الموسيقى في الوطن العربي، المايسترو المبدع جدا، استاذ هاني شنوده. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الاخبار حضرتك؟ انا متشرف ان النهارده حضرتك معانا حقيقي، لان انا بحب المزيكا جدا وعيلتي عيله موسيقيه، فحضرتك رمز كبير في المجال. لا انا الشرف بيك ولا حاجه. ربنا يخليك. يعني كثير مبسوطين بوجودك معانا، الحديث اللي كان قبل التصوير جدا شيق، فعاوزين نكمل الحديث ده هلا اكيد مع مشاهدينا مشاهدي قناه المحور. يعني حضرتك حلقتنا اليوم خلينا نحكي عن الزمن الجميل وايام الفن الجميل، وانت حكيت لي جمله بالنسبه لهذا الموضوع، ايش رايك او احكي لنا عن ايام الفن الجميل والزمن الجميل؟ اولا انا ما اظنش ان في حاجه اسمها زمن الفن الجميل، لان الزمن طول عمره جميل ونعيب زماننا والعيب فينا. صح. عشان لاقي كده. صح. تحصيل. اثنين، الفن طول عمره جميل. الفن. ده هيخلينا نتكلم في مواضيع ايه؟ اذا كان في احنا واخدين على الفن اليومين دول ملاحظ، احنا مش واخدين على الفن. احنا واخدين على الشق الادبي مش الشق الفني. بمعنى ايه؟ عاملين هم في المهرجانات إيقاعات عاجبة الناس والناس بتروح سهل، أهلا وسهلا. طب ليه قلة الأدب؟ بس هي دي بس دي الملحوظة الوحيدة، مش على نوع المزيكا نفسه. كويس. وليه ما فيش مهرجانات عاطفية، مهرجانات دينية، مهرجانات وطنية، ليه كله مش عارف ايه بتاع الغدر والخيانة؟ لا مش بس قلة الأدب. ايوه، ما هو قصدي المواضيع كمان اللي بتناقشها المهرجانات غالبا بتبقى غدر الأصحاب أو غدر الحبيب، ما فيش حاجات رومانسية. لا ده للشعبي. الشعبي هو أكتر في الحكاية دي. وعشان كده أنا عاجبني أحمد شيبة الفنان الكبير، لأنه في الأغنية بتاعته الجميلة بتاع أهلا ولعبت يا زهر اتخيرت الأحوال، بيقول هروح للي ما وقفش جنبي يوقف جنبه. ادي الاخلاق اللي احنا عايزينها، هي دي احط في ولدان الناس. صح. الاخلاق الحميده دي حقيقه. يعني انا مبسوط طبعا ان حضرتك بتقول الكلام ده على ناس جداد وبيغنوا شعبي، لانه فعلا صوته حلو طبعا. ففي ناس فعلا بين اللي بيغنوا شعبي واللي بيغنوا مهرجانات في منهم كتير صوتهم حلو، وانا مبسوط ان حضرتك مش بتنتقدهم في الحته دي. شوف حضرتك اوكا واورتيجا خدوا
شمس الزناتي، المزيكا بتاعت فيلم شمس الزناتي، وحطوا عليها كلام وغنوها. هل ضربوا لي تليفون؟ لا. استأذنوني؟ لا. هل كتبوا لحن هاني شنو؟ لا. هو ده اللي بناخده عن الجيل الجديد. احنا كنا بنتشرف يعني. انا يوم ما قابلت عبد الوهاب يعني رجعت طاق من الفرحه ان انا قابلت عبد الوهاب. قابلته مش كويس. لما انا جت طلبت مني يا سلام مش عارف ايه ليه؟ احنا كنا نعرف قيمه اللي اكبر منكم. انا كنت في كنت ساعات اسمع ناس تقول ايه انا ما حدش علمني. هو ده الكلام ده كذب. ما ينفعش طبعا. ما فيش واحد مش محتاج مش بتولد متعلم. مش بس كده، انا اتعلمت من والدتي، هي كانت بيانيست هايله. اتعلمت من الموالد. اتعلمت من وانا ماشي من قهوه لقهوه بسمع بقيه الاغنيه. اتعلمت من اساتذتي في كليه التربيه الموسيقيه، اساتذتي في الكونسرفاتوار، اساتذتي اللي بره، وجبت لهم كتب وتعلمت على ايديهم. ام سلفتوت. يعني متعلم بتاع تعليم فردي، تعلم نفسه يعني اكاديمي، وبعدين استزاده فردي. لان ايه؟ انا اعتقد ان خريج الجامعه قالوا له ازاي تبحث في الكتب. صح. ما علمهوش. التعليم هيجي بعدين. صح صح 100% في رايي. دي حقيقة. لكن كل ده ما اقدرش اقول مين اللي علمني. ده انا اللي علموني. اتعلمت اكتر من اللي سمعتهم بيعملوا حاجات وحشه. قلت انا مش هعمل ده. ايوه هذا الشاطر اللي بيعمل هيك. دي حقيقه. عن جد؟ يعني دائما الواحد بيحكي انه بتعلم من اخطائه الاخرين. بس بالنسبه لي الاشطر والانجح هو اللي بيتعلم من اخطاء الناس. ما بتفوتيش انت. ايه هو ده؟ اكيد ما حفوت. وجودك معانا بخليني بدي اسالك اكثر واكثر. اسالي وخذي راحتك. الحقيقه عشان كده بقى الموسيقار الكبير هاني شنوده. طب كنت عايز اسالك حاجه ثانيه. احنا شفنا تصريحات لحضرتك من فتره قريبه، كنت بتقول ان انت ما عندكش مانع ان انت تلحن لويجز. انا مش ما عنديش معنى، بس انا اتمنى ان هو يشوف. اي بني ادم له جمهور يعني فنان، فهو جمهوره عريض وكبير وطويل. دي حقيقه. بس طبعا هو اي حد يتمنى طبعا حضرتك تلحن له كويس. أكيد. لكن انا لو جالي نص مش على مزاجي مش هعمله طبعا. اي نص فيه انسينيويشن كده ولا كده مش هعمله. ليه؟ انا يميني معتدل. فعارف في حاجة اسمها عيب وحاجة تتقال وحاجة ما تتقالش. أيوه. وسيدنا علي قال ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر أهله. صح. اللي أقوله لمراتي ما أقدرش أقوله لبنتي. صح. دي حقيقة 100%. ده مش بتاعها بالظبط. والاثنين ما أقول لهمش حاجة اللي بقولها لواحد صاحبي. صح. فده موضوع مهم أوي. الموضوع المهم ان احنا الاجراءات بتجري دلوقتي، لكن انا دلوقتي مشغول بالحاجة نبيلة. الحاجة نبيلة سمعتوها ولا لا؟ طب في واحدة من الريف من الشرقية وبتغني A1. الله. عملت لها اغنية شعبية من كلمات الدكتور بتاعت البامية شوكتني. ايوه. برافو عليك. برافو عليك. فأنا بعملها أغنية دلوقتي اسمها إيه؟ الصبر. بجميع بقى قصص الصبر. الله. وتبقى تعمل إيه وما تعملش إيه، وكلام حلو قوي قوي. أنت رح تنزل هاي الأغنية؟ والله إحنا ابنها بيحفظها، لأن هي زي ما تقولي كده هو ملحلح وشاطر. قلت حفظت الاغنيه، قلت حفظها بقى للست الوالده ونحدد ميعاد. يعني مثلا اسبوع 15 يوم هنكون حددنا ميعاد. احنا مستنيين جدا الاغنيه. في حماس مليون جداً. بالنسبه لي بدي اسالك سؤال لو سمحت. هلا في فرق، زمان الموسيقى كان لها طابع معين رقي اكثر، مع الدنيا تغيرت هلا اختلفت. خلينا نحكي الموسيقى، ايش الفرق بين موسيقى زمان وموسيقى هلا برايك؟ طب انت حضرتك جاوبتي قلتي كانت الموسيقى رايه. كان اللي بيعمله رايين واللي بيسمعوا رايين. اوكي. النهارده الدنيا كاجوال، ما بقوش بيخشوا بقى بالمنباح. ما اعرفش انتوا سمعتوا الكلمه دي ولا لا؟ سمعنا. لا ما سمعتهاش. انا متاكد. والعصاية. واسمه ايه ده؟ النشوء.
هذا أيام البشواتي. أيوة. أيا كان هتميم بشوات هتميم علية القوم. والطبقة المتوسطة كانت غالبة كمان المهندسين والمحامين والكذا وبتاع، وبيتشبهوا بالطبقة العليا مش عايزين ينزلوا. صح. ده حتى العمد كان بيبقى عندهم بيك اب ويسمعوا حاجات بقى عبد الوهاب، كانوا سميها عبد الوهاب دفنوه على ما الغزل والحاجات دي، لما كنا نروح اي حته ريف جنب طنطا تلاقي العمد بيشغلين لنوع من ايه من هو الوحيد اللي عنده وبقت الناس تيجي تسمع او تسمع وهي في الحقل او بتاع مش عارف. فطبعا ايه حضرتك ما تقدرش تعزلي الفن عن النت عن الموبايل وعن اللابتوب وعن الحاجات دي. كل الناس دلوقتي بقى متاح لها كل حاجه. يعني شوف في الاول خالص كان عشان تسمعي حاجه لازم بتتعمل في كونشيرت وانت بتروحي تحضري، لازم نحضرها حفله او في الاوبرا لايف. او في مكان كده لايف. اما جت الاسطوانه الناس بقت تسمع في البيت. النهارده بقى بلمسه يد تجيب اللي انت عايزه. صح. لو انا قلت لك فرانك سيناترا، مين فرانك سيناترا؟ سترينجر ان ذا نايت، وتسمع وتعرف تاريخ كل اعماله وتاريخه كله وكل حاجه. فالحكايه بقت اسهل كتير قوي واصعب كتير قوي. النجاح صعب اليومين دول جدا عكس زمان. وقت الكاسيت الكويس بينجح وخلاص. صح. النهارده لا، في عوامل كتير بيدفعوا حاجات اسمها تجويج. ماركتينج. صح. يعني الاغنيه نزلت أربعة خمسة سمعوها مش هتنجح. لكن حط 1000 جنيه 2000 جنيه ناس وصلنا لأكبر قدر. بالضبط. بالضبط. الأخ شاكوش قال إن هو روج في التلفزيون، قال ده قال إن هو روج لأغنيته وبنت الجيران بمليون جنيه. أنا ما أعرفش إذا كان ده صح ولا لأ. إحنا مش عارفين برضه. ربنا أجابهم منين، دي أصلا مشكلة كبيرة. طب أنا كنت عايز أسمع رأي حضرتك في المهرجانات، سمعنا برضه تصريحات إن أنت مش بتحب نوع المزيكا بتاع المهرجانات. لا أنا ما قلتش كده أبداً. ما بحبش كلام المهرجانات. كلام المهرجانات. شوف أي كلام في حتى تلميحات. يعني أنا لو وجد جاب لي أغنية بتقول لو ليك شوق هيجي عليك الدور، انا ما اعملهاش. فيها تلميح ان الست دي عامله زي مثلا سلعه علبه بتاع اجيبها واوديها. صح. لا بس انا حابب جدا وجهه نظر حضرتك ان هي اخلاقيه وادبيه اكتر منها فنيه. بس ما عندكش مشكله في نوع المزيكا بتاع المهرجانات نفسه، الخبط والحاجات دي والرقص والكلام ده؟ اللي عايز يطبل يطبل، وعايز يرقص يرقص، حتى صغات صغات، واللي يعمل يعمل. يعني ده رايي. لكن اول ما انت بتتعدى حدودك في الادب، في الادب انا ضدك. ايوه. مش كمان ضد، بل انا كمان لما حد يقول اشرب سيجاره بني واشرب خمره ازاي النيابه ما قبضتش عليه؟ ده فعل فاضح. اعم من في الطريق العام. يعني في الطريق العام في حاجه اسمها فعل فاضح في الطريق العام، ما اعرفش ايه هي بالظبط. اي حد واحد قلع البنطلون في الطريق العام، لكن ده قلع قدام 100 مليون. صح. بيحضر على 100 مليون، ما اعرفش ازاي نجوا يعني نجوا، انا ما اعرفش. يمكن الموضوع ده داخل في حريه التعبير مثلا، ان اللي هتقوله حضرتك كله انا رفضه. لا انا مش بدافع، انا بطرح بس. تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين. يعني انت بهاي الحاله هو ما سمع اهل بيته، هو راي القامي هون عم بحكي استاذ هاني انه لا، دخل هذا الحكي لكل البيوت، فانا قادر افهم وجهه نظرك. برافو عليها. بالظبط. انا مش بدافع عن الكلام الاغنيه دي. قالت مقوله جان جاك روسو، حريتك تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين. بس هو في حاجه غير الحريه، اللي هو ايه؟ قله الادب مش حريه. صح. يعني ما نقدرش نتكلم فيها على انها حريه، خاصه ان انا الفرقه بتاعتي خصصتها للاغاني الاجتماعيه. ما تحسبوش بنات النجار. فرقه المصريين. ايوه. الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن. الحب ده احساس والكوك ده احساس، انا مؤمن بالاحساس في علاقتي بكل الناس.
في ناس في وشوشها بغاء وفي كمان أمور من أول مرة تشوفها تدخل جواك على طول، وناس بناقش كل القضايا الاجتماعية. فأنا ما أقدرش أعمل كده وفي حد ثاني بيخرب في المجتمع، لا تقيل. يعني أنا صراحة في كمان كذا تصريح لك أنه حكيت عن الراب وعن الأغاني الجديدة، هل أنت لقيت هجوم، خلينا نحكي أنه كون قامة موسيقية كبيرة مثل حضرتك عم بتشجع على نوع الأغاني الممكن مستهجن بالنسبة للعمر الكبير؟ بدناش نحكي للجيل، الجيل بحب الراب وبحب المهرجانات وبحب كده، وأنت كقامة موسيقية عريقة جدا فخورين جدا فيها، حكيت أنه هذا الأغاني، هذا النوع من الأغاني أو الموسيقى جميل، هل لقيت هجوم خلينا نحكي بس انت صرحت هاي التصريحات؟ لا، يمكن لقيت هجوم بس انا ما شفتوش، ولا لان انا قاعد في بيتي على يعني في الاستوديو بتاعي على طول. اوكي. وقاعد اعمل حاجات جديده. احنا مثلا انا رايح في نوفمبر لندن جاز كلوب في انجلترا. أوكي. وهنلعب هناك لانه ما اختاروني، لان انا في رايهم ان انا غيرت المزيكا في مصر. فأنا أعمل ده ولا أقعد أتفرج مين بيقول لي يعني، وده بقى حرية رأيي. صح. يعني أنا لما أقول مزيكاتهم جميلة بس الكلام مش مظبوط، مش عاجبك، ممكن حد يكون له رأي تاني، ده حرية رأيي. أوكي. إنما قلة الأدب مش حرية رأيي. صح. ما أظنش. نعم. دي حقيقة. بس هو أنا بس أنا لما كنت بتكلم مع حضرتك ما كنتش بقول رأيي أنا بقول وجهة نظر الرأي الآخر. فالشباب ساعات بيشوفوا ده إن هو تعبير عنهم وتعبير عن رأيهم عن طريق الأغاني اللي هي المهرجانات أو التراب أو الراب. ما أنا عايز أقول حضرتك إن أنا كنت في اللجنة اللي بتمتحن الناس في النقابة، فدخلوا الناس بتوع راب، كل ما أسأل واحد يعني إيه راب تعرف يقول لي لا. طب انت بتعمل حاجة انت مش عارفها ليه؟ كنت بقول لهم لان طبعا ايه خيركم من تعلم العلم وعلم. صح. R.A.P. Rhythm African Poetry. انت بتقول شعر على ايقاعات افريقية، اعرف ده عشان ما تنحرفش ناحية قلة ادب فوق مش عارف. لا، ده شعر. صح. Poetry African rhythms. فاللي عاملينه كمان هم عاملينه لراب لها معنى. ايه لها معنى كمان؟ يقول لك كنت مثلا عند رئيسي ان هي راب مي اب وهزقني وبتاع مش عارف ايه. فهي ما هيش حب، ما هيش مش عارف ايه، ما هي. ايوه. لكن تحتمل. تحتمل طبعا. لو هو ويجز نفسه عامل اغنيه بتاعت حب قريب. طيب. اللي هي البخت دي كانت لذيذه جدا. فكنت عايز اسال حضرتك برضو حاجه كمان، حضرتك اكتشفت الكينج محمد منير، وكمان عندك حضرتك معايا ذكريات ولسه بتتواصل لحد دلوقتي مع بعض منير. وبهني على العمليه اللي عملها في الف سلامه على الكينج محمد منير، طبعا بنوجه له تحيه من خلال برنامج هو وهن. طب وعمرو دياب برضو، حضرتك اكتشفت عمرو دياب؟ صح. الحقيقه عمرو دياب اللي اكتشفني. انا في حالي، وكنا بنعمل حفله في بورسعيد وخلصنا واحنا الاوتيل عشان ننام. انا يا دوبك لبست البيجامه لقيت خط، فتحت لقيته. خير؟ قال لي انا عايز اغنيه. اتفضل. قال لي انا عايز ابقى مطرب. سمعني. قلت له بص، ودنك كويسه، صوتك حلو، عربك مظبوطه، كل حاجه فيك حلوه، خاصة شكلك، لأن إحنا دلوقتي لازم التلفزيون، فلو كنت شكلك مبعجر ولا مش هتنجح. أنا بتكلم جد، كل مرحلة في الزمن لها مواصفاتها تختلف. صح. على فكرة يعني خلي بال حضرتك إن إيه، جيت أقول لابني تعالى بقى النهارده هيذيعوا الوردة البيضاء بتاعت عبد الوهاب، فلما ابتدى يضحك ضحكته اللي كانت بتخلي الستات تسخسخ وعربيات الاسعاف تبقى مستنيه بره السينما على فكره اللي تنقل الستات. قال لي ايه ده؟ قلت له طب امشي بقى، امشي هو ابعد عني. انا بتكلم بجد، اللي مقبول في زمن معين مش مقبول في زمن تاني، وده الصح، لان احنا جايين نعمر الارض، عايزين نطور كل شيء. ما دام في الاتجاه الصحيح
لما قال لي بقى بص بقى لما قال لي بس عندك عيبين يا عم. الاول انت بورسعيد. اثنين انت بتنطق بورسعيدي. يعني يا بك اللكنه. سكت. قال لي طب طول السكته قوي. قال لي طب ومشي. انا قلت دي اخر مره اشوفه يعني. نزلت بقى لقيت الاوتوبيس اللي هياخدنا والفرقه كلها موجوده. ايمن يونس حسين يلمر هاني وده واقف. خير يا ابني قلت له. قال لي مش انت قلت اجي مصر؟ انا جاي معاكم مصر. قال لي عندك حته تبات فيها؟ عندك قرايب؟ عندك بتاع؟ قال لي ده انا جايب المنتج بتاعك. تعالى زيد كان واقف ورا الاوتوبيس. تعالى ركبوا معانا. فهو خد خطوات ايجابيه. اشتغل على حاله، اشتغل على يا روحه. يا سلام. هذا هو اساس النجاح انا برايي. فلكل الناس اللي عايزين ينجحوا، واحد تبقى عارف ان انت قد الحكايه. اثنين تشتغل على حالك زي ما هي قالت. صح. اللي احنا بنقول من نسيتني مصر المصر العاميه. اشتغل على نفسك. على نفسك. حالك هي نفسك. ما انا بترجم على طول فمن نسيت اترجم. معلش. خليك معايا انت صديقي. انا يا انت حبيبي فوق راسي. ثلاثه ما فيش حاجه اسمها صعب او حاجه ما تتعملش قوي. حقيقه بالذات في زمن الانترنت في اصرار. انا اقول لك انا عرفت منين ان هو نجم وتبنيت الموضوع. انا بعرف الناس من عينيها. في لمعه، لمعه الاصرار، اكون او لا اكون. طب بص لي كده يا استاذنا وانا جاي احكي له. وانا كمان في لمعه ولا ما فيش؟ هنفع ولا ما ينفعش؟ هتكلم عن الناجحين ليه؟ ايوه انا بتكلم عن الناس اللي لسه هتنجح. ربنا يخليك والله يا استاذنا ما فيش كده والله في الذوق. وحياتك انت فيه وانت عارف كده وهي عارفه. حبيبي ربنا يخليك. لكن في حاجه بقى احب اقول لك عليها. ان لما رحت معاه على واحد منتج، احنا انا لفيت بيه على كل المنتجين وكلهم. وقت الواحد منتج شهير قلت له ده هيبقى مطرب العرب الاول. وبقى فعلا. قال لي هاني انت بتعمل محبه قمة ده. هو بيبص للتيشيرت والجزمه والبتاع. ايوه. مش بيبص للغنى والبتاع. صح. المهم بعد سنه ونص او حاجه كده بيكلمني. قال لي عارف انا مضيت مع صاحبك بكام؟ صاحب مين؟ قال لي عم. قلت له بكام؟ قال لي بمليون و200 الف. واو. ساعتها كانت سنة كام دي؟ لا مش فاكر بس. واخد بالك بس يعني لك نظرة كمان يعني. طبعا دائما الخبرة. وانت لانك انت عن جد زي ما حكيت برضو انت من الاشخاص اللي انت يور سيلف توت واشتغلت برضو اكثر، فانت قادر تحس وقادر تعرف الشخص المميز وقادر تطلع شغلات مش للاسف احنا صرنا نطلع على القشرة من الخارج ما بنشوف جوا او اللب. انت حضرتك عندك النظرة الثاقبة اللي بتقدر تعرف الشخص اللي قدامك وين رايح وكيف رح يروح. يعني موسيقار برائع، قامة موسيقية عن جد نعتز ونفتخر فيها. يعني انا بشكر حضرتك جدا انك كنت معايا النهارده. بجد انا اتشرفت باستضافه حضرتك النهارده. وانا بالاكثر فعليا يعني الموسيقار المايسترو هاني شنوده نورتنا اليوم به هو وهن. وان شاء الله لنا لقاءات حلوه وجود لك كمان بالجاز اللي في لندن. ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه. هنمثلكم جميعا هنا ارجوك. يعني انت كده كده ترفع راسنا ان احنا مزيكتنا تستاهل حدثة. لان انا لما عملت اللونجا مع رامي يوسف لما خد الجولدن جلوب، مش عارف انتوا عارفين الحكايه دي ولا لا، كان هنا وعد عليا واتفقنا على المسلسل اللي جاي. قال لي مفيش ديسكوتيك في امريكا ما بيلعبش لونجا وبيرقصوا بلدي. قلت له لا بلدي خشابي. بلدي خشابي. الست الاجنبيه لما تيجي ترقص مش زي المصريه. طبعا. صح. لا ليونه ولا المصريه بتبقى نخشه بيقولوا. في 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 افكارها حاجه تانية. صح. صح. شكرا كثير لك، سعدنا باستضافتك اكيد جدا. ورجعتنا لاجمل ايام ان شاء الله القادم احلى باذن الله. باذن الله. يعني واكيد مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في هو وهن، بس رح نطلع لفاصل وبعديه اكيد مكملين، ما تروحوا بعيد.
لسه مكملين معاكم فقراتنا من الزمن القديم الجميل، وضيفنا النهارده هو كمان من هذا الزمن، هو من ريحة الفن الجميل القديم. يعني حابة ترحبوا معي مشاهدينا أكيد اليوم بأشهر طفل في السينما المصرية أحمد فرحات. حبيبنا كلنا أهلا وسهلا فيك ومبسوطين جدا بوجودك معنا. أهلا بيكم يا مرحبا. أهلا بيك. وأنا مبسوط إن أنا حبايبي يعني شافوني الجمهور حبيبي، لأن أنا مقصر معاه يعني. لا بالعكس، يعطيك العافية وجد جد سعيدين، وأنا من أسعد لحظات حياتي كنت أشوف الأفلام وهلأ عم بشوفك بشكل شخصي، فأنا جدا مبسوطة بوجودك. ده بقى القوة المعنوية بتاعت مصر، الممثلين وطبعا الشيوخ والكنائس الكاثوليكية، دي مصر. صح، حضرتك نورتنا النهاردة. ربنا يخليك. من أسعد لحظات حياتي وحياة أي حد إن يفتح التلفزيون ويتفرج على فيلم قديم، فيلم أصيل كده أبيض وأسود. نرجع كده لورا. أنت من الناس اللي علمت مع كل البيوت المصرية الأصيلة، يعني أنت كنت من الطفل المعجزة، أنت مثلت مع العمالقة كلهم تقريبا. زمن فن الجميل طبعًا. في وقت زمن فن طبعًا. الجميل أنت أثر مين الفنانين اللي أثروا معاك؟ أنت شفت عمالقة زي ما أنا قلت، مين اللي أثر معاك كده واحكي لي ذكريات حلوة بينك وبينك؟ كتير جدا يعني، كتير فعلا يعني. خلينا نقول عبد الحليم حافظ، نقول منعم إبراهيم، هند رستم. خلينا بقى عبد المنعم إبراهيم وهند رستم وسعاد حسني. فيلم إشاعات حب. إشاعات حب فيلم ده حكايته كتير قوي، جميل. احكي لي بقى الذكريات الحلوة والإفات الحلوة اللي أنت فاكرها لحد طبعا يا فندم. الفيلم ده كان عمر الشريف وصل العالمية فعلا يعني طبعًا. لأن راح العالمية 62 64 كان عالمي. فلما وجيه الليسي جمال الليسي قال له نعمل فيلم بتاعه خفيف فاني كده جميل، وافق وما رضيش غالي في الأجر، ولا مدام هند رستم ولا يوسف بيه وهبة ولا حد غالى في الأجر، لأن احنا بنحب العمل. كان زماننا زمن فن جميل، الدخل قوي من مصر القطن والسيمة، كلهم عايزين يشاركوا، بنحب العمل وإخلاص في العمل وحب العمل، وعشان كده باقي لغاية النهاردة طبعا. فيلم سنة تتلفة بقاله 62 سنة، فيلم إشاعة حب بقاله 60 سنة وناس فاكرة لغاية النهاردة. احنا لهلأ يعني احنا حتى الجيل الجديد كلياته واللي عن جد بتذوق الفن بطريقة معينة بيحب يشوف لسه الأفلام الأسود والأبيض، بتحس في مصداقية أكتر، بساطة أكتر، بس بنفس الوقت في هيبة أكتر. خلينا نحكي يعني، بدي أسألك سؤال، أنت تعاملت مع كثير من الفنانين، معظمهم تقريبا زمن فن جميل بالضبط، حابة تحكي لي مين أكتر حد من الفنانين هيك أثر فيك ولساتك تتواصل معاه لحد دلوقتي؟ تتواصل معاه الله يرحمه كلهم. بص حبيبي، أنا كنت طفل صغير في المدرسة، عملوا يعملوا مسرحية الطفل يتيم وأبو وأمه اختلفوا، فالولد تاه في الشوارع، فنقوا أصغر طفل في المدرسة، أصغر من بتوع الحضانة، كان أحمد فرحات، لأن الغدة النخامية اللي عندي عاملة لي حجم الصغن الحلو ده والصوت الحلو ده، فقالوا هاتوا يعملوا بس، فعلموني كويس في المدرسة. عملت المسرحية دي النهاردة، واحد من الحقل السينمائي شافني راح لوالدي قال له صح، وصيف بيدور على طفل، دور طفل يتيم زي ابنك كده وصغنن كده، تعالوا اديك لصاحب وصيف. تاني يوم رحت لصاحب وصيف بيقول لي بتعرف شو اسمه؟ كنت واخد بقى انا في نفسي ليه؟ في البيت انا اصغر طفل، في اخر عنقود، في المدرسه انا اصغر اصغر اخر عنقود، وكله بيدلعني يعني الحمد لله. فنشأتي كانت حلوه من شبرا بقى، وانت عارفه شبرا جميله يعني. فبيقول لي بتعرف تمثل؟ جريء. قلت له طبعا بعرف امثل. رحت ايه؟ مدي له حته كده من مسرحيه، قال حلو خلاص يمثل معانا فعلا. من اول لقاء كده كان فيلم مؤلم في اجازه. كان فريد الأطرش، صباح، عماد حمدي، سعد، محمود سباع، محمود عجرمه، كان في شباب وناس تقال جدا. من اول ما دخلت البلاتو وانا عامل رجه يعني ازاي، قابلت مدام هدى سميحه ايوب في لقاء جميل، بقول لها فاكراني؟ قالت لي ازاي انت كنت مجننة، لان كان اول فيلم ليا ومش مشهور ولا حاجه، انت كنت مجننة مع فراتنا كلنا، مع فراتك.
وكانت لذيذ وانتوت وكنا كلنا عايزين ناكلك اكل. فانا فاكر ان مدام صباح كانت في الفيلم ده كنا بيعملوا في اخر هرم اصلاحيه كده، كانت في الصحراء برد وكان في طوبه، كان برد شديد ولابس بقى حاجات بنص كوب وبتاع طفل احداث يعني في ملجا. فكانت بتاخدني بعد ما خلص شغلنا او شغلها تقعدني في العربيه السوداء المرسيدس انا وبنتها هويده، وتقعدنا تاكلنا اللوز والجوز والشوكولاته ومدلعين. احنا كمان هندلعك دلوقتي، انت كده منورنا وهندلعك كلهم حبايبي يعني الحمد لله. جميل جدا. يعني بدي اسالك انا كمان سؤال، هل انت مفتقد الفن والتمثيل؟ انت يعني اكيد بعدت تماما عن هذا الوسط، هل تفتقد هاي الايام؟ هي هواية في الدم طبعا، وحاجة يعني هقول لك حاجة، لو انت بتعملي حاجة بتحبيها وعملتيها 24 ساعة متواصلة مش هتتعبي. صح. هوايتك هتخليكي مبسوطة وسعيدة. وأنا بنصح كل واحد من أخواتنا اللي عندهم نقص ما أو حاجة في ما، بدل ما ينزوي ويقفل عندي قطه، لا يشوف هوايته إيه ويلعب فيها، هيبقى أسعد واحد في الدنيا. يعني هذا بدل على الرضا صراحة. الحمد لله الحمد لله، الرضا وقضاء ربنا هو الرضا كله 100%. هاي الطاقة الحلوة اللي طالعة من عندك أكيد سببها كمان كان أهلك وكان الأشخاص اللي حواليك، والحمد لله ربنا هيك اختارك أنه أنت تعمل وتصير فنان مشهور والكل يحبك من صغرك لحديت هاي اللحظة. فأحكي لنا يعني أكثر، تركت بصمة بقلوبنا جميعا صراحة. أسرة مصرية من شبرا زي ما قلت لك، أعداد كثير، أولاد كثير، وأنا آخر على القبال الدلع، وشكلي تملي اصغر من شبرا سني. شبرا دي منشا المبدعين والفنانين. لا في فرق بين مسيحي ولا مسلم ولا غني ولا فقير. انا متربيه شبرا، انا من شبرا، تربيتي كلها في شبرا، فكانوا دلعيني جدا. وانا من عيله ملتزمه، فالتزامي خلى الناس جيراني تحبني، خلى الحمد لله اللي حب فيه ربنا يحب فيه خلقه. فتكوني هديكي مثال من غلباوتي، كنت غلباوي ازاي؟ احكي لنا. كنا بنمس مغرب في اجازه، المفروض مغرب في اجازه ده كان مجرم، وعماد حمدي محامي عايز يخليه في اجازه، معرفش وهو عصابه كانوا هيسرقوا الملجا الاطفال بتاع اليتامى، الاطفال دول فلوسهم. فهو لما قعد في الملجا مع الطفل مرزوق حبه، قال لي قعدوا على حجره ياكل شوكولاته ويتكلم معاه. فلما قال لهم لا حرام ده اطفال وازاي ده احنا بدل ما نزودهم ناخد، ما رضيش. فالعصابه راحت سرقت الملجا وراحت وهي ماشيه قتلت الطفل اللي اسمه مرزوق اللي هو بيحبه. اللي هو انا. فعاملين عربيه وانا تحت يا بقى عاملين مكياج دم وبتاع يعني ميت بقى. وخلي ايدك وخلي ما عادش عارف ايه ده حاضر. وبعدين بيوضبوا بقى كاميرات، كنا بناخد ساعات في تنظيف الكاميرات زمان، مش زي كارتي موما تيكي تيكي تيكي. المهم فمستشفى شوقي بيقول لصاحبه سيف ده مدام هدى سلطان، ساعتها كان متجوز هدى سلطان بتغير وبتاع، فكان هيتجوز عليها والله وانا مش عارف ايه، انا مشغول وبتاع. اطلع من تحت العربيه وانا بدمي وكده، اقول له ايه يعني ما الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز تسعه؟ لا ايوه. كل الناس ضحكت بتقول لي انت كنت مع فرط ده. الله يرحمه. الله يبارك. بس يا بخير بس كلهم خير ويرحمه. الفن بالنسبه لحضرتك يعني دايما اللي بيمثل يقول لك التمثيل ده ممارسه، انت عملت ادوار بسيطه وصغيره زمان بس اثرت اكنك يعني لحد دلوقتي بتمثل، الفن بقى اضاف لك ايه في حياتك؟ اقول للست اولا كل الادوار هي جت من عند ربنا مش مني. الادوار مهمه، حتى اول فيلم مجرم في اجازه انا عشان موت خلى المجرم بقى في اجازه. فيلم تاني اسمه شمس لا تغيب، خلال الزبيده ثروت عشان موت عميت. واخد بالك؟ فدور لو شلت انت مين يعني انت بوظ الفيلم. طيت لك فانا اللي عامل الطاقيه. لو شلتي دور احمد الفصيح بوظ الفيلم. كان عز الدين زفكار الله يرحمه شافني قال لي يا احمد يا حبيبي وانت بتموت وتمثل دراما بقى وبتاع، انا بضحك ما انت يا ابني خليك كوميديا. قلبني الكوميديا في اغنيه قولولو. اغنيه جميله قوي انا وحليم حافظ. شوفي مدى الحب اللي كان بيننا، لو شفته جبت الاغنيه دي واتفرجت عليها. شوفي عينها بحليم حافظ واحترامه ليا طبعا وحبه ليا. الطفل صغيرنا فرس بس كده، يمكن ده الفيلم الوحيد اللي مش ليه يعني وصلتيه ما يجراش حاجه الفيلم. احمد مين لقبك بالطفل المعجزه؟
اللي فن، وركبوني كمان بفصيح اسمه نصري عشان طقيت لك، فكان اسمي فصيح. اوكي. فصيح اسمه نصري. ايش اكثر لقب منهم احب لقلبك؟ فصيح اسمه نصري. فصيح السيمة المصريه. انا فضلت امثل، وطبعا بقيت اتعلمت من كل واحد. طفل صغير كان اخواتي الصبيان بياخدوني السيمة، لا هيدفع لي في المواصلات ولا في تذكره السيمة، فكنت بتفرج على افلام كتير، فبحب الفن. فلما شفتهم، انت عارفه طفل صغير جاي بقى شايفها معلقه، انبهرت جدا. بقيت كلامهم مش يتحط حلقه في وداني، يتحط هون في نفوخي. فبقيت اسمع كلامهم، فكل ما تسمعي كلام اكبر منك هتتقدمي. فتقدمت بقيت نجم، وحسيت ان انا حتى مثلا فيلم اشاعه حب انا الفت حاجات كتير فيه، يعني النكته دي ما كانتش مكتوبه في النص، فطلع ابو هاب المخرج بتاع اسماعيل ياسين حبيبي الله يرحمهم، قال لي اخش المسرح وقلت سيداتي انساه سيداتي وانا هاني الكبار على مدام هند رستم، كانت سنه 64. تقول لها يعني ايه؟ اخش اقولها سيداتي وانسى ليه؟ انا مش جاي معاهم اضواء المدينه. قال لي اه. قلت له طب اقول نكته. قال لي سمعها لي. يعني شوف رقويا يعني. سمعت. قال لي الله حلوه قوي، شوف مدى حبنا لبعضينا في زمن فن جميل. النكته هقولها لك حاضر، اسمعي الحته دي. هند رستم قالت ايه؟ مش انا بقدمهم؟ قال المخرج قال لها اه. قلت طب انا اقدمه في طريقه فيها تباين، ان انا هقدم حاجه كبيره نفس الشكل اللي دخل يوسف وهبي ويطلع احمد فرحة. قالت اقدم لكم نمره هشوفوها، نمره انما نمر الاستاذ الكبير احمد فرحات والتيير بجبتين وانا بينهم، وراحت طلعت حتى هي في اخر لقاء ليا قالت الطفل احمد فرحات بغبطوا على دماغه، لقيتهم بصين بره لي، وانا عظيم حاجه كبيره. ديني خلاني ملتزم، فبعامل الناس كويس، فالناس بتحبني جدا حب، فمش بتعاون حد يضربني يعني. صح. الله يرحمها يعني. شوف الجمال، شوف الجمال، الاخلاص في العمل، وعشان كده الفيلم باقي لحد دلوقتي. طبيعي. ما رح امرقها، بدي النكته. احكي لنا نكته خفيفه وجميله قوي. انا المؤلفه زي قلت لك. واحد متضايق من حماته، قاعد عنده متضايق منها قوي وزعلان، وماشي يتمشى كده على النيل، فقابله واحد صاحبه. انا كنت امتحان النهارده مش عارف اساميني، اسئله غبيه قوي، كنت همتحن في حاجه يعني. قال له ايه؟ قال له ما هو القضاء والقدر. قال له قضاء وقدر. قضاء وقدر، لو حماتي ماشيه على الكوبري مفتوحه الكوبريه الكوره تهرقه ماتت، وده قضاء وقدر. قال له صح صح، هو ده قضاء وقدر. وما هي نصيبه؟ قال له نصيبه وطلعت. اشوفها ان شاء الله. الروح الجميله والطاقه الايجابيه اللي انت بتديها لنا دلوقتي، احنا دلوقتي فعلا مبسوطين. يعني احنا دلوقتي مبسوطين مش عشان انت معانا، انت روحك حلوه. احكي لي عن اسرتك وعلاقتك باسرتك. ما عنديش الا زوجه، لان انا الورده النخاميه اللي عامله فيا ده كله ما تخلينيش يعني اتجوز، بس ما خلفش. روحك الحلوه، فما عنديش ولاد. لا يعني كل الناس ولادك، يعني كل الناس. انت كمان طفل معجزه، يعني انت قريب كل الناس، وانت ابن كل بيت مصري اتفرج عليك، انت اثرت في كل البيوت المصريه. وده لما سبت التمثيل 67، لما جت 67 نكسة إسرائيل خدت من كل بلد عربية حتة يعني. من الأردن ومن فلسطين، من لبنان، من مصر. إحنا المصريين في يعني بنقدر على نفسنا شوية، ربطنا الحزام وعملنا جيش وخدنا أرضنا الحمد لله بالسلام وبالحرب. إلى يعني يا رئيس السادات بصراحة يعني خدناه فارتحنا. الفن راح بيروت، كل فنان راح بيروت، عملوا افلام بيروتيه. ايه الافلام البيروتيه؟ ولد وبنت في شقه، سلبيات المجتمع، بوليس. الفيلم الشارع المصري بتاعنا ما بقاش فيه. واحد زي اسماعيل ياسين قعد 5 سنين ما يمثلش، هذا العملاق النجم الجميل. صح. السهل ممتنع كان بيعمل افلام باسمه، واحنا وحيدين في العالم اللي عملنا حكايه ليلى مراد واسماعيل ياسين. طبعا. ولا امريكا حتى وصلت لها. واخد بالك؟ قعد 5 سنين ما يشتغلش، لان السيما اتغيرت. انا كنت في ثانوي، لا ده العمليه نامت، التجأ بقى للتعليم، غيرت كاريري او غيرت حياتي كلها كفنان ونجم لطالب صغنطوط في ثانوي. كملت تعليمي، ربنا يعني دخلت تخصص حلو اتصالات،
فتعينت في رئاسه الجمهوريه مكتوب رئيس الجمهوريه ايام السادات. مظبوط يا الله. وشفت السادات طبعا. وبعدين جاء مبارك، وبعدين مشيت قبل مبارك معاش 2010. ومبارك من كنت شغلي كمهندس وعلموني في امريكا وصرفوا عليا جامد، اداني كرات الدوله التقديريه اعلى وسام فيك يا مصر. الحمد لله. بدي اسالك سؤال، انت افلامك ما شاء الله كانت كثيره ومسيرتك عظيمه وجدا الحمد لله فيها. الحمد لله. ايش اكثر فيلم قريب لقلبك؟ هقول لك فيلمين او ثلاثه او اربعه. مراحل أوكي. يعني المرحله الاولى اللي شهرتني ساعه لقلبك الاذاعه. كنا بنعمل ساعه لقلبك لايف في مسرح الوسبير عشان جايبين ناس تسقف وجايبين جمهور، فدي شهرني. الثاني حاجه فيلم سيرة الإخفاء، الخدع بتاع اياز مصطفى والمنتج الوطني رمسيس نجيب، عمل فيلم حلو قوي وخدموا عليه، واحنا ككاست بنحب بعضنا عمنا ابراهيم بلانتا محمد توفيق الدين اكاديمي محترم فنان حتى النخاع ده بيقولوا يعني عملنا شغل حلو. وبعدين جاء التاني بقول لك عليه اللي هو شاهد حب بتاع عمر الشريف. كان عالمي طبعا فعلا. واحكي لك حته عالمي دي لو عندك وقت. انا طبعا انا كل الوقت لك. احنا قاعدين فانا قاعد اخر واحد، فهو نازل سلم على الناس. شوف تواضع الراجل العالمي اللي الكوكب الارض كله يعرفه. واحد من عمال الكهرباء بيقول له ازيك يا استاذ عمر، بيعمل له كده حضنه، ازيك يا محمد، ازي عيالك، عامل ايه يا حبيبي. شوف تواضع، ايه ده؟ ابهرني طبعا. قلت نازل ابهره زي ما بيهرني. انا كنت ذكي شويه وسريع البديهه يعني. فدخل سلم على الناس، فانا ما اديتلوش فرصه. اخر واحد رحت جاري ليه نط شاف زي ما شفته في الفيلم، ورحت ناطت عليه وبيسه. قال لي حبيبي احمد فرحات انا متابعك وعارفك وشفتك، انت عسل قوي حلو. قلت له انا هقول لك حاجه بقى انت ما تعرفهاش بغلطه كده. اوكي. قال لي ايه اللي طفل صغير ده جاي يقول لي حاجه ما اعرفهاش؟ قلت له مش انت عالمي والكتله الغربيه كلها عارفاك وامريكا؟ قال لي اه. قلت له هقول لك حاجه انت ما تعرفهاش. قال لي ايه؟ قلت له انا كنت في المجر سنه 62 بقى في المجاني مشترك مصري، فلما اقول لهم انا مصري يقولوا مصري بتاعت جمال عبد الناصر وعمر شريف. قال لي ايه ده؟ يعني انا كمان مشهور في الكتله الشرقيه؟ ما كانش يعرف الموضوع ده. انت عارف الكتله الغربيه كانت في الوقت ده شيء والشرقيه شيء ثاني. قال لي والله بصت بقى من تقول لي هزمت على حساب ابويا الغدا ومش عايز يسيبني تقول لي. جاء فطير عبد الوهاب قال لي ايه؟ هتقف جنب عمر الشريف يقول لك بابا مين يا واد؟ تقول له بابا انت. قلت له يعني ايه؟ احنا مش بنضحك عليه وبنعرف الصلاه كلها ان احنا بنضحك عليه. قال قلت له شوف النطه اللي انا نطيتها له، ايه هنطها له وابوسه واحضنه ويقول لي بابا مين يا واد؟ اقول له بابا انت يا حبيبي، عشان بس نوري الصلاه اللي احنا بنضحك عليه. ايوه صح كده. عايز اسالك بقى على حاجه، كان زمان الكوميديا بشكل مختلف، تقول الافيه كده والافيه عايش معاك لحد دلوقتي طبعا، تفضل بيضحكك وانت حاسس ان مفيش تكليف فيه. من وجهه نظرك كده ايه الفرق بين كوميديا زمان وكوميديا دلوقتي؟ زي ما قلت لك في كلامي الشارع المصري. كوميديا زمان كانت مصريه بحت، زي مثلا اسماعيل ياسين كوميديا معجون بتراب مصر، بساطه من القلب للقلب بالفطره. فعشان كده عايشه. الكوميديا النهارده منفعله لدرجه ان بيحطوا فيها زي نكت او افيهات تضرب يعني، ممكن يكون فيها خارج شويه فيها دخل شويه. فعشان كده بتتحكي بس هتنسيها عشان يعني اي فيلم ثلاث ايام شهرين بتنسيه هو ايه. لكن فيلم بلاش احمد فرحات ريحاني من 80 سنه افلامه، نيازي مصطفى مخرجها طبعا. نيازي مصطفى ده اتعلم في المانيا. ومين علمه في المانيا؟ استوديو مصر. لما اشتغل في استوديو مصر وده بعث المانيا وتعلم الاخراج، راح متعلم الخلع، هو جدع عمل مع الريحاني 80 سنه افلام عايش، اسامه خير وابو حلموس واحمد الشفاي، افلام قديمه جدا من 80 سنه سيادتك. ايه ده؟ ده ورا امريكا. امريكا يمكن الخمسينات عايشه، لان كان افلام اكشن جامده، البحاره ما اعرفش ايه ومش عارف ايه، لكن كويبوي ما اعرفش ايه كده، لكن برضه مش عايشه زي احنا. احنا شعب حبوب باين ما اعرفش. وبعدين مش احنا بس كمصريين يا حبيبتي، العرب يعني انت من الاردن عارفاني صح.
بروح اماكن كتير الاقي ناس من محيط الخليج زي ما بيقولوا عارفيني وبيحبوني، فده حاجه بتاعت ربنا الحمد لله. الحمد لله. انت مش بنحبك بس، انت كل الناس بتحبك واحنا بنحبك، وانت حبيب الكل فعلا وحبيب كل البيوت المصريه. انت زرت كل البيوت المصريه، دي مش حاجه قليله. بس مشكلتي بقى طلعت على المهاش ما عرفتش ارجع الوسط الفني. ليه بقى؟ انا لما دخلت الوسط الفني دخلت ما اعرفش ازاي واتخطفت من فيلم لفيلم، لقيت نفسي المشهور احمد فؤاد. كان في تواجد، انت مش هخبط على باب حد. ممكن تقولي عظمه، اعتزاز بالنفس، اي حاجه بقى. انت خلاص اشتغلت مع النجوم الكبار، انا حاسه مفيش حاجه تتعمل بعد كده. انا مش عارفه اشتغل كويس، بشتغل افلام بسيطه زي فيلم افندينا ربع يوم، مش عارف ايه افلام كده زغنونه مسرحيات. محفور بذاكره مش بس المصريين، كل العرب بشكل عام. دخلت بيوتنا، دخلت قلوبنا، ولساتك ضحكتك بترجع الطاقه والفرفشه لقلوبنا. كنا مبسوطين بوجودك معنا. احنا بنشكرك جدا. كان معنا لسه أسئلة سعادتي رضائي بقضاء ربنا وزوجتي جميلة، كانت موفرة للسعادة. وأنا بقول الحب حاجة حلوة، حب أي حب، حب الوطن، حب عربية الفول اللي بفطر عليها الصبح طبعا. أي حب هيخليك السعادة، ولو عملت هوايتك بجد والحب اللي جواك ده أكيد دلوقتي بيطلع لكل الناس اللي بتشوفنا، وأكيد هيتعلموا حاجة مهمة جدا. الرضا والطاقة الإيجابية اللي أنتوا فعلا بتنشروها بين الأطراف اللي حواليكم. فنان الجميل أحمد فرحات، بنشكرك على وجودك معنا. انا سعيد بيكم والله. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين معاكم، استنونا في هو وهن. ورجعنا لكم تاني، احلى ناس في العالم. النهارده مطبخي هيبقى مليان اكل من ريحه الزمن الجميل، اكل اللي اتعودنا عليه من جداتنا وامهاتنا، متوارث عبر العصور، صح يا هنا؟ اكيد. انا شم ريحه البيض اللي احنا بنحطه. أيوة. في ده مش ده العكس. مش متوارث عبر العصور، لا لا ده متوارث. انت قفلتي الناس من الحلقه كده، قلت لي ريحه البيض على طول. ازيك يا رنا؟ انا منيحه، عم بحاول اعرف شو رح تعمل. لا النهارده مش هتعرفي ابدا، لان انا عامل اكله محيره جدا النهارده بالنسبه لك. هي سد الحنك. انت قصدك بدك تعمل عشان يتسد حنكك. عشان اسكت كومبليتلي. الله يسامحك، مش ساكته. انا خلاص قلت شمال. ومروه كمان عشان تبطل اكل. اروح بطل اكل على طول. وتبطل تقفلكوا من الاكل اللي هيتعمل. النهارده هعمل ايه كمان؟ بالبيض المدحرج، سلقت بيض وهدحرجه معاكوا على الهوا. هعمل كشري برام رز، كشري اصفر، برام عدس اصفر بالرز. حاجه خطيره وتجنن يا رند، لازم تدوقيها النهارده عشان الوصفه دي المحببه لقلبي ولقلب الاستاذ المخرج استاذ راقي. مش كده ولا ايه؟ صح، مش انت قلت لي بتحبها؟ عايزه اقول لك أيوة. ان انا كمان بحبها جدا كمان؟ يعني في ناس كتير تحس ان دي مش اكله معتاده عندنا، بس دي من الاكلات هي عشان اسكندرانيه على فكره. الاكله دي اصلها اسكندريه فعلا. انا بعمل كمان جنبها بتنجان مخلل وطماطم مخلله وبطاطس محمره. الاكله دي لازم معاها، ده كومبو الهابي ميل. بس انت بتعمل بتنجان مخلل عليها أيوة بقى اللي هو المقلي الاول؟ ايوه بتاعت ياسمينة بتقول المقلي، بتقليه الاول بعد كده تحمره الاول. بقلي البتنجان، في ناس تسلقه في ناس تقليه. انا بعمله مسلوق بيطلع يجنن. انا ما بحبش المسلوق، اي حاجه مسلوقه ما بحبهاش اصلا في العموم. حلو انك حاطط فيه توم. بالظبط. انا بحط توم ونعناع وكمون وشطه وخل في البتنجان، مش معقول بيبقى جميل ازاي كده. تمام. الطماطم نفس الكلام كمان، بفتحها كده اهو كروسات وبحشيها بالحشوه وبقفلها بالبلاستيك وادخلها الثلاجه. انا صار على بالي ادوق كل شيء حكيتوه. صح عن جد. فاليوم رح ادوق. قلت لي سد الحنك. سد الحنك والكل برام أصفر. كشري الاصفر الاسكندراني مع البيض المدحرج. انا سمعت كشري خلاص بطلت افهم. اوكي. لا عايزه اقول لك ان هو ده كشري اصفر متقاربين من بعض، بس هم اكلتين متباعدين يعني. أوكي. في الطعم. اوكي هدوق، هادوق اليوم. يلا بينا. تعالي بقى نقول الاول المكونات بتاعه سد الحنك، لان انا هبدا بيه الاول لانه عايزه يبرد. فاقول لكم مكونات سد الحنك هي سمنه ودقيق وميه وسكر وسوداني مجروش او مكسرات، انا استعمل النهارده سوداني، وقرفه وسوداني مطحون عشان التزيين، وكمان سمسم عشان التزيين. اوكي. المكونات سهله قوي، والاكله دي كمان اتعملت عشان هي دسمه جدا وبتحسسك بالشبع، وبما اننا داخلين على الشتاء قريب ف عايزين الناس بالظبط تدفى وكمان تسد حنكها. يعني لما تكونوا عايزين ايه كده، اقول العيال عاملين دوشه في يوم، تروح عامله لهم سد الحنك عشان هو كده بيلكم البق كده وكله بيتكون بعديها بينام. عارف يا عمرو ورند، رغم ان هي اكله مصريه انا عمري ما دقتها فعلا. عمري ما دقتها سد الحنك. هلا انا وياكي بندوقها عشان ناخد الجنسيه المصريه مع بعضينا. هديكم انتوا الاثنين الجنسيه المصريه الشعبيه. أيوة الفلاحي كمان. فالاكله دي حقيقي حلوه جدا جدا، هنتكلم عنها اكتر
لما نبتدي نعملها. انا طاسه على النار هسيح فيها السمنه او الزبده، في ناس بتحب سمنه في ناس بتحب زبده، براحتك. عايز زبده ولا سمنه؟ دي سمنه. اوكي حلو، هاكلها عشان تبقى اصلي بقى. سمنه بقى ايه؟ ايوه بقى بلد. عايز يسد بقنا خالص، عايز يسد بقنا خالص، مش عايز شراييني، مش بسمي هو. بس انتوا عندكم بتقولوا سد نيعك صح؟ يعني سد نيعك، سد بوزك، سد حلقك. سد حنكك ولا حلقك؟ في سد حنكك كله. كله هو ده بقى سد الحنك. يسكت الواحد بغض النظر، هو هيسد حنكنا دلوقتي كلنا. فهعمل ايه؟ هسخن السمنه وبعدين هنزل عليها الدقيق وهفضل اقلبهم. وهعمل على جنب ايه؟ تفتكري ايه؟ هتحط كل المكونات الناشفه صح؟ هتحمسها؟ لا هتحمس الطحين الدقيق. طب اعطيني اوبشنز. ما هو شوفيني هيدوب السكر الاول؟ قطر. لا قطر على البارد. اوكي يعني بصي هدوب السكر في ميه دافيه شويه صغيرين. أوكي. انت ما تقولتي ما دقتيهاش، فبتعملي ايه انت؟ غشيت بتخم حماسك يعني. ماشي عارف الذكاء اللي هو سرعه الذكاء الفهلوه، ذكاء الشارع بيقولوا عليه. مخبي الورقه هون عم تقرا. لا اللي بيسرق الورق نرمين مش مروه. عشان نروح تعمل. ايوه بالظبط، كل مره اسمع الوصفات بتقوم نرمين مخبيه الورق تحتيها على طول. بس هي نرمين فعلا بتحب الاكل. جدا، وبتحب الاكل الجديد. يعني انا مثلا معتاد عليا ما بعرفش، مش بحب، مش جريئه يعني بالاكل. لا مش جريئه. أوكي. بحب الاكل المعتاد او التقليدي بتاعنا اللي احنا كلنا بنعمله. لا بس نرمين برضو بتحب الاكل التقليدي جدا. التقليدي بس نرمين بتعمل اكل جديد. صحيح. تبدا وتعمل اكل عشان جديد. كمان ابنها وابنها بيحب الاكل كل جديد اللي عشان شاب. الصغار اسمع الاولاد عظيمين يعني. اذا في اكل مرات بدهم يخترعوا اكل ثاني اذا مو عجبهم الاكل. صح. هذيك المره كنت عامله سبانخ بالبيت. لا اكيد ولادك مش بيحبوها. انا بيموتوا عليها. انا بعملها بطريقه مختلفه. بحط فيها كفته، ما بحط فيها لحمه. انه لحمه راس عصفور. فاجت بنتي الاولى ما شاء الله اسم الله اكلته وحطت معها زبادي واكلت. الحياه جميله الثانيه. طب انا ماما يعني انا مش شعبالي اليوم مش عارفه شو اخذت من السبانخ، عملت اومليت سبانخ. بس دي اكله جديده ما اعرفها. برافو عليها. نفس الطبخه، ما هي بصل وسبانخ، حطت بالطاسه تاعت البيض وبعدين فقشت عليهم بيضتين واكلتهم. كانت سعيده، قلت لها حلو. المهم تجلي وراكي. بالضبط، المهم تغسلي المواعين. بالضبط. عملت ايه هنا؟ جبت بقى الدقيق وحمصته مع السمنه كويس جدا. هاخد بس اللي في الاطراف ده كله لحد ما لونه يقلب شويه ايه، ذهبي غامق او بني. أوكي. فاتح. مش زي البشاميل يعني. لا مش زي البشاميل. هفضل احمص فيه كده اهو على الطاسه. طب عمر انت عم تطبخ اكله من ايام الزمن الجميل. بالضبط، مين علمك اياها؟ هل انت حبيت تتعلم عشانك شف ولا انت بتحبها فعشان هيك عم تطبخ الوصفه دي بالذات ولا الوصفه دي؟ لا الوصفه دي. الوصفه دي انا اول مره اعملها. أوكي. في حياتي. ودي وصفه كمان مامت دودو، مامت داليا رئيس التحرير. خدتها منها، كلمتها على التليفون وقالت لي عليها. مش بتقول لي معايير زي كل الستات امهاتنا. حبايبنا مش بيعرفوا بالمعايير، بيعرفوا بالبتاع. بس قالت لي المكونات والطريقه وانا عشت مع نفسي. بنوجه لها تحيه هي ودودو الاثنين. الثانيه دي وصفه بقى اهلي، دي بيعملوها على طول عشان انا بحبها جدا جدا فبيعملوها. وبقيه الاكل المصري عموما انت بتعرفيه من الناس الكبار زي ما قلت لك كده، بيجدوك الهيدلاينز او الرؤوس الاقلام. وانت بما انك شيف عارفه طرق الطهي عامله ازاي، عارفه الحاجات دي متعلمينها اوريدي في الاكاديميه، فبتقدري ان انت تطلعي اي حاجه هم يقولوها لك وتختاري ترعي انت الوصفه والمقادير اللي تظبط مع بعض. اوكي عشان توصلي خلاص. رديت عن رندا خلاص بقت شيف. رندا شيف ولا انت بتقول بما اني شيف ولا بما انك شيف؟ لا بما اني شيف. طب بسرعه قوي مستحيل يرضى عنها. انا قلت ايه ده في لقب كده ببلاش كده عايزها. بصي هو انا لما بدخل هنا بقلب ايه واثق في نفسي جدا والايجو بتاعي بيعلى كده عشان ده الحته بتاعتي. يعني هو الشيفات كده لازم يبقى عندهم اتيتيود. انت عارفه حتى لما بيعينوكي كإكزيكتيف شيف او المدير العام للمطعم او المطبخ بيبقوا بياخدوا كمان من ادائك نفسه. انت قد ايه واثقه في نفسك وانت بتتكلمي، واثقه في الباك جراوند بتاعتك، واثقه في اللي اتعلمتيه. لان انت بيدوروا على الشيف هو قائد فريق كبير. وانت تحكيك رح يكون مساعدين بالظبط. لازم انت تمشي. فهم لما لقوش فيكي القائد ده والشخص اللي واثق من نفسه وعنده رؤيه وفيجن هيضيع مطعمهم. أيوة. هيفلس. في حفلوش وقلبه قوي. لا ما
قلبي من جماله شايف مستوي زي ما انت عم بتسوي الطحينه. انا بعذب الطحين والدقيق. طيب لي عندك سؤال يا مروه، قولي لي ايش في خلينا نحكي مصطلحات او امثله او مثل يعني قديم عم تستعمليه لحد دلوقتي؟ مثل قديم او مصطلح قديم مثلا، يعني انا مثلا احكي لك عماتي هم عايشين بالقدس، فالمستشفى اوكي المستشفى بالقدس بيقولوا لها اسبيطار. دي كلمه قديمه قوي، دي كلمه قديمه قوي قوي قوي. كلمه اسبيطار، اسبيطار زي الاوسبيتال، زي الاوسبيتال اكزاكتلي. فهلا بيستعملوها او الصيدليه اللي اجزخانه، لا احنا بنقولها بقولوا لها عماتي فرماشيه. فرماشيه فرماشيه دي فرماسي، ده زي الايطالي. انتم مت 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 يعني متربين من الايطاليين. ما بقى انا فرماشيه يعني الصيدليه بالايطالي بالضبط. ففي مصطلحات كده معينه او فرماسيه كمان. انت ايش في عندك من هدول المصطلحات؟ اجزخانه بقولها لحد دلوقتي. أجزخانة دي يعني ساعات جوزي يتضايق مني جدا، يقول لي مروه احنا في 2022 ايه ده؟ في كلام كده عندي لسه عايش معايا بس مش فاكره الكلام قوي، بس في كلام لسه عايش معايا. وانا خدي بالك انا بحب الحاجات القديمه، يعني انا ما بغيرش من الكلام، يعني حتى لما بسمع انتقادات او بسمع ليك يعني ليه لحد دلوقتي كده، لا عادي ما بتتاثرش معايا. انا كبرتي عليها طبعا. انا بحب الحاجات اللي هي الشعب القديمه اللي هو زي التويكسي، عارفه الحاجات دي؟ بحب الحاجات دي بحسها اتوكسي يعني اتبطي كده اسكتي كده. اتوكسي انا راح بالي نوع شوكولاته. لا انا بحب الكلام بتاع الجداد كده لما يقولوه لنا كاحفاد يعني، بس اتوكس انت بس مش عارف ايه الحاجات. بحب الحاجات دي قوي، دي بقى الحاجات اللذيذه اللي انا بحبها لانها دمها خفيف. سمعتها بقى من جدتك يا عمرو كده ولا انت من عبر التلفزيون؟ لا الحقيقه يعني لا لا، هي بتعرفي ملاف كلماتهم عن جد بضحك، وحتى قصص زمان طبعاً كانت تضحك. في زمان مثلا بابا الله يرحمه شو كان يقول لي، ما كان في التويلت او الحمام ما كان يكون موجود بنفس البيت، كان يكون موجود برا. صح بجد؟ انا كان التويلت زمان في بيتنا القديم كان منفصل عن الحوض والدش، يعني أوكي. دي اوضه ودي اوضه، اوضه بس للتويلت واوضه بس للحوض والدش، مش عارف ليه شفت ده عندك كده. عشان هيك كان زمان اسمه، انا عم بحكي لكم شيء فلسطيني قديم، كان زمان اسمه بيت الخارج. انا راح اروح على بيت الخارج، راح يطلع على الحمام، بس بيت الخارج انه خارج البيت. فهمتي؟ امثال من زمان. يلا ايش اكثر يلا انا احط بس هنا هو السكر عشان مش هستناه يعمل كل ده. طبعا انا محضر جزر، فانا هعمل ده، هفضل اقلب وانت قولي المثل. يلا قولي المثل. مثلا لما واحدة تيجي تتجوز واحد على ماله، يقولك يروح ياخد القرد على ماله، يروح المال يفضل القرد على حاله. يقولك بقى الناس اللي بيبقوا ايه يعني طمعين شويه في الجواز دايما يقولكوا المثل ده. أوكي. يعني القرد لما بتاخديه على ماله بيروح المال، بضلك القرد بوجهك. القرد هو فانت برضه ايه يعني ايه لازم ايه تحط سنس كده تتجوزي عن حب، يعني سيبك من المال خالص. بالظبط. طيب انت سيبك من المال ايه، بس المال برضه مهم يا استاذه، مهم بس ما يكونش مع القرد. بصي شايفه بقى عامل ازاي؟ اوكي ايه رايك؟ بس هو ده تكليه سد حنكك للابد. وشرايني شكلك. طيب بس كده. طب استني انا بقى بقول انت الاول قبل ما انا اخلص. طيب انا هسال رندا قبل ما انت تيجي. مكتوب على باب الجنه عمر هالحمايه ما بتحب كنه، بتعرفي المثل هاي؟ يعني ايه ما بتحب كنه؟ ما بتحب كنه، ما بتحب كنه، ما بتحبش اللي هي انت، لا اللي هي مرات الابن، مرات الابن. اللي هو انا يعني. مش دائما هيك بتعرفي متوارث انه الحماي والكنه ما بيحبوا بعض، دائما في بيناتهم مشاكل، مع انه الحمد لله انا عمري بحياتي ما كان في الله يرحمها حماتي، بس هذا من الامثال اللي انه عن جد مرات بصفن، بتيجي صاحبتي بتشكي لي، بتصفن يعني تسرح، بسرح، بتيجي صاحبتي بتشكي لي عن حماتها، او مثلا بسمع بين مشكله بين اثنين وحده وحماتها وهيك، بحكي مكتوب على باب الجنه عمر حمايه ما بتحب كنه مبدئيا. ايه رايك يا عمرو بقى قبل ما تقول المثل، ايه رايك في المثل ده؟ تفتكر دايما بيبقى في مشاكل بين الحما وبين مرات الاب؟ دايما ساعات في حموات بتبقى حربوقات، بس مش كله، في حموات فاتنات. بيبقى الاغلبيه بقى المشكله من الحما نفسها ولا من الزوجه اللي والله ما اعرف، انا ما كنتش حما ولا زوجه قبل كده. لا اكيد انت ليك يعني علاقات حواليك، واكيد في حكاوي كتير بتتحكي لك، وانت بتبقى يعني الفيصل بينهم او مثلا اللي بيقول ايه اللي بيحكم بينهم. شوفي اقول لك شغله، انا عن جد بكل صراحه قبل ما اتجوز ماما قالت لي ماما لازم تعاملي حماتك زي ما بتحبي
هي اخوكي اتعاملني. فانا فعليا بس دخلت على كلمه ليها معاني كتير. لان ما ترضوش عليا ما ترضوش على حد. بالظبط. فانا فعليا حماتي الله يرحمها كنا انا وياها كثير اصحاب، كثير اصحاب. يعني انا لما تصير معي مشكله اروح اشتكي ليها، ما اشتكيش لامي. احكي لها كل شيء بالعالم. قربتي منها بطريقه معينه. اتخانقت معاها، كان جوزي برضه الله يرحمه، كان جوزي يتضايق من علاقتي بحماتي. انه مثلا يجي على البيت يلاقينا قاعدين عم نلعب شده ولا بناكل ولا بنطبخ. لما نسافر مثلا امي وحماتي ينزلوا بغرفه الاوتيل مع بعض. فانا عمري ما كان عندي هذا المبدا. بس فعليا اغلب الناس اللي حوالي للاسف عندهم هذا الشيء. بس انا دائما بقول الوحده لازم تعامل حماتها كأم. بدنا يرضي الله طبعا. ممكن ما تقدر لها ماما، هذا كمان مش صح، لانه ما حد رح ياخذ محل الام. انا دائما رايي، انا رايي زي بالضبط، بحس انه فعلا في نفاق شويه. بالضبط. هلا ما تنافقي بس ما تتمشكلي معها. هي تعبت وربت ابنها كل هالسنين زي ما انت امك تعبت وربتك، فانت لا تاخذي، انت زيدي عليه واحد. مثل على فكره عم بفكر اعمل المثل. اعمل انا مش بحفظ الامثال الصراحه، فعشان كده بهرب. فهعمل ايه دلوقتي؟ انا عملت حاجه كتير قوي انتوا عمالين ترغوا. احكي لنا. بصي بقى، انا طلعت سد الحنك وحطيته في طبق عشان يبرد، عشان دلوقتي ما ينفعش اكوره. ونسيت الصراحه احط القرفه واحنا بنقلبه، عشان انتوا كنتوا عمالين تقولوا لي الامثال وانا دخلت جوه دماغي اقول مثل ايه، انا مش حافظ امثال. فعشان كده القرفه بتغمقه كده اهو. وكمان انا ما غمقتوش قوي كده عشان ما فيش وقت في البرنامج، عشان لسه عندي وصفه ثانيه. فهنسيبه يبرد. حطيت عليه السوداني والقرفه والسمسم وهكوره كله مع بعضه، فبيطلع عامل كده. بعد ما بيطلع عامل كده بنقلب هنا اهو شويه سوداني تاني وسمسم مع بعضيهم وهجرجره كده اهو. فبصي بقى عامل ايه، بقى عامل زي ايه الشوكولاته. انا حاساه اصلا الشوكليت من بدري قال لي ده سد الحنك. ما انا مش هيكو. بقول لك من القرفه وتحميص الدقيق بصير لونه هيك زي الشوكولاته. هذا زاكي مع جوز هند صح؟ اوف. بتحب جوز هند؟ انا مش بحب جوز هند، عشان كده ما حطيتش. عارفه خالص ولا ما بحبش. بتاكل ايه بحبه؟ الحاجات اللي في المكسرات ما بحبهاش. بتعرفي ليه بحب جوز الهند؟ ليه؟ عشان اسم امي هند وجوزها ابوي. جوز هند مروان اللي هو ابوي. اوكي. والله انا كمعدل يا عامر. شفتي؟ هو وصفه شعبيه جدا وفلاحي جدا. انا عملتها بطريقه بتشهي جدا، شكلها زاكي جدا. بس يمكن واحده بكفي الواحد ياكل. مفعولها احلى جدا عشان مليانه عناصر غذائيه قويه. دي حقيقه. مش عايزه تسد حنكك شويه. انا عايزه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب استني احط لك سمسم كمان، انا اسف معلش. كان عاوز يديني اياها ناقصه. لا ما اقدرش. لا ده عمر كريم. تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حضره المخرج. ايوه بسم الله. عمر انا بص الرند فيها على فكره. لا ما انا هديكي حياتي. ما انا بعمل لك واحده. انت مش هاخد بالك من كلمه ولا حاجه. لا معقوله. المنديل بقى انت عارف انا هيدوا لك حلو. مش عارفه اتكلم خلاص، ما هو تصدى حنكها. فعلا؟ اتفضلي. مصطلح صحيح يعني 100%. بالظبط. ما هو بقى انا اكلتهم فعلا عشان ايه؟ يسدوا نعهم زي ما بيقولوا وحنكهم، عشان انا اشتغل براحتي بقيه الحلقه. مش كده ولا ايه رايك؟ يا حرام، هو فعلا اتسد بوزهم بجد. بيشبه عندنا شيء بنعمله بالسميد. مش راح عن بالي اسمه. بيجيبوا السميد بحمصوه بحطوا عليه قطر بيرموا عليه جبنه بيضاء. كيف زاكي؟ صحة وهنا. طب كل انت عشان تسد حنكك. القرفه القرفه طعمها حلو. ومين اللي هيتكلم طيب لو انا مسكت؟ عمرو القرفه مدياله طعم حلو قوي. صح مختلف جدا. هو مش بيتعمل بالقرفه في العموم، بس انا قررت اعمله بالقرفه عشان يدينا كده. انت حبيت تخليه مودرن شويه يعني. دي اكله قديمه. بالظبط. ومش عارفه ايه، هو حط القرفه عشان يخليه حاجه جديده. مظبوط. بس جد زاكي بجد صحة وهنا. هي حلويات رخيصة ومش غالية. اسمها حلاوة سميد. حلاوة سميد عندنا نفس المبدأ تقريبا. سميد بتحمصيه بتحطي فوقيه قطر بيغلوا مع بعض. الجبنة النابلسية البيضة اللي عندنا بتشبه الحلوم شوي. بننقعها بمية عشان تفك الملوحية تبعتها. أنا كمان هدوء. بنرميها بالسميد. تسلم ايدي هيك. تسلم ايدي. مش معقول جمالي. شفت بقى القرفه عملت فيها ايه؟ خليتها حلوه. صدى حنك مودرن ويجنن. مودرن وبيرفكت. عن جد سلام ايديك حبيبتي. يلا طيب يلا اللي بعديه. هنعمل ايه دلوقتي؟ اشيل ده على جنب. وهشيل دول على جنب. وهنبقى خلصنا صد الحنك.
عمال افكر قلت انا كنت قد الحنك وبصيت للكشري دلوقتي يا نهار ابيض ليه عملت كده في نفسي؟ كنت استنى بعد الكشري عشان ايه تحلي يتسد بعديها. البركه على الله الواحد ما ياكل بعد ما يروق فعلا. لا صراحة زاكي تحفة حبيبتي تحفة صحة وهنا. انت أول مرة تدوقيه كمان؟ انت أول مرة أدوقه ما كنتش أعرف أصلا إيه ده. ما طبعا انت أول مرة. بس رهيب. لا لا يعني ضايقة أكل مصري كتير أنا. لا بس ده أكل مصري جدتي قوي يعني صعب تدوقيه، محتاجة تروحي بيت جدة عشان تاكليه، مش بيتعمل بالمطاعم مثلا. اوكي عمره ما اتعمل بالمطاعم. جدتي عمرو لما عاوز اكل من الحنان هحكي لك تليفون اقول لك اعمل ايه. قمت لك بكل ادوار في البرنامج ده كل الادوار المصريه. طيب شو رح نعمل هلا؟ ببلع بس معلش اتكلموا انتوا قبل ما ابلع. يعني احنا كل راجل احنا نتكلم انا وانت مع بعض كله سكت خلاص هو مش قادر ما حدش عارف يتكلم من كتر ما احنا اكلنا سد الحنك. انا بحاول بس انا خد بالك انا سبت النص اهو يا مريم عظيم اكل الكشري وبعد كده احلي فيه انا ذكيه برضو. طيب احنا هنعمل دلوقتي احنا عايزين نقول كمان معلومه عن سد الحنك اللي هو كان بيتعمل زمان جدا ايام الحكم الفاطمي وكمان الاتراك والمماليك كانوا بيحبوه جدا وهي كانت اكله دسمه ولما بياكلوها ما حدش فيهم بيعرف ينام الا بعدها بفتره كبيره. فانتوا مش هتناموا النهارده اكنها كافيين. مش علي انا على السريع بنام. صح لا انا ما بيفرقش معايا ما شاء الله عشان البنت ما تحسش عشان انا نفسي ابقى كده يعني انت مثلي الاعلى في الموضوع مثلي الاعلى في الموضوع ده الاعلى بطل يعني الاعلى. طيب يلا يلا عنجد يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البرام الكشري الاصفر مع البيض المدحرج بالسمنه واللبن والقشطه وجرايم كتير جدا. يلا تعالوا نقول المقادير. هو رز مصري مغسول، عدس كمان مغسول، مرقة فراخ أو مرقة خضار ولبن كامل الدسم وملح وفلفل وسمنة وقشطة وبيض مسلوق وسمنة كمان عشان ندحرك فيها البيض. أوكي أنا موافقة. أنت موافقة؟ هل هو يعني بيكون رز؟ قبل ما تجهز بقى الأكلة الحلوة دي قولي لي رند إيه الأكلة القديمة عندكم؟ طب استني كانت بتقول حاجة بتقولي عم نحط فيها بيض إيه؟ أنا كنت بسألك إذا بتحط فيها بيض. لا هلا بشوف برا. برا البيض. أوكي يلا قولي لي. لا أنا فاكرة إنها بتقول لك حاجة على البرام وأنت جبت البرام على طول. إيه الأكلات اللي زمان عندكم إن أنتوا لسه محتفظين بيها وبتحبيها ولحد دلوقتي أنت بتعمليها؟ إشي قديم بنعمله هلا. اسمع بتضحكي علي هلا هو مش إشي كثير قديم بس في إشي أنا بذكرني بأيام عن جد طفولتي. بطفولتي أنا هلا أنا نص قديمة يعني رح أعيد كلنا فينا النص 42 دخلة 43 مشاهدينا 42 دخلة 43 احنا خلاص قرب عيد ميلادي هنطلع لراند بطاقة من كتر ما عرفنا اسمها سنها. المهم أنا بتذكر عيد ميلادك قرب؟ ب 16 يعني كمان شهر تقريبا. طيب انا قبل ما ترغوا هجيب ايه؟ شويه سمنه وهدهن بيها كل القالب ده. يلا. ماشي وبعدين شفتي قد ايه سمنه شفتي موتني. امال ايه يعني يلزق؟ لا طبعا ما ينفعش ماشي موت عادي. ستي عادات التقاليد المصريه القديمه الاصيله لازم معاهم طبعا. وهنزل رز ماشي وكمان معاه عدس اصفر كله فوق بعض. كله فوق بعض. أوكي. ماشي. كمان. يلا بسرعة بدي أجاوب. الميزة دي في الأكلة دي بقى بتستوي بسرعة. جداً. جداً. وملح وفلفل وبس كده يا أستاذة رند. أحكي هلأ؟ يلا أنا هقلبه وأنتي أحكي. المهم. نرجع نحكي الموضوع أنا. أنا بتذكر أعياد ميلادي. وسمنة كمان وهقلب. بتذكر كان في طبعا بيعملوا كل انواع المعجنات تبوله ويلنجي كل شيء بيخطر ببالك يعني موالح ممكن ينحط بس الكيك الرئيسيه كانوا يعملوا الجلو جلي احنا بنقول له جلو بس مش انه خلص بيحطوه خلص بالصحن وخلصنا كانوا يحطوا فيه فواكه اللي هي الموز والفراوله ايش ما كان. انا لحديت هلا بعمله وكل مره باكله بتذكر بيتنا القديم لما كانوا اهلي يعملوا لي عيد ميلاد. خلص انت قلبك ارتبط بقى بالايه بالذكريات الحلوه دي فعلى طول بتحبي فعليا لهلا بحبها. اما بالنسبه للاكلات القديمه عن جد لاهلينا مثلا بحب اكل الكشك. الكشك الكشك فعلا من الاكلات المصريه اللي لحد دلوقتي الكشك كل بتاعهم غير الكشك احنا بتاعنا غير بتعملوه برز ولا بالفول؟ انت عارفه ان في ناس عندنا لا غير... مش بتاعهم مش زينا خالص حاجه ثانيه خالص شيء مختلف تماما يعني ما بعرفش كيف انا اعمله لانه عن جد عماتي بيعملوه وماما الله يخليها بتعمل لي اياه بس بحبه كثير. في شيء عندنا اسمه عدس برقاق
هذا كمان شوربة العدس البايتة العادية بايتة، يعني خلصنا من بارح شربنا. بتقلها ماما وبتجيب شرايح عجين رقاق، يعني زي كيف مبدأ الفوتوتشيني هيك، بتكون عريضة مبسطة بترميها فيها، بتعمل معاها قطحة بصل سماء وبقدونس. وتو حاجة تحفة كده، اسمها الفتشاهي. يمكن كل حدا انه ايه انت ايش بتقولي؟ لا العدس بيبقى تحفة، انا بموت على العدس كثير بحبه. طب انت قولي لي ايش اكثر شيء من اكلات زمان بتحبيه؟ انا بحب الكشك جدا. الكشك ده يعني كانت بس جدتي اللي بتعمله، بس انا طبعا ابتديت اعمله تاني لان ساعات ببقى الواحد نفسه في حاجات زمان كده. تحني انت عايز تعمل حاجة قوله بعد كده. هعمل ايه دلوقتي؟ احط شوية مرقة ماشي لحد ما الرز كده يتشرب شوية، وكمان نحط بقى الباقي لبن. بصوا بتغطيها للاخر. انا مش للاخر بس اللي هو تبقى فيه عقله عقله صباع، وهنزل بس اللازق فوق ده كده اهو، وهحط ايه تاني؟ قشطه. اول مره اعرف ان هو ممكن يتعمل باللبن، انا بعمله كده بالظبط بس من غير لبن. لا اللبن بيبقى خطير، ما هو ده بقى برام مش عادي ماشي. وقشطه كتير وكمان شوية سمنة صغيرين. عشان ايه؟ سمنة فوق وسمنة تحت. كله سمنة في كل حتة. حبة فوق وحبة تحت. بس المنظر اصلا شكله وهو ني عايز يتاكل برضه. ماشي؟ هدخله الفرن لحد ما يستوي. بس هنسيبه شوية الأول على النار ولا لا؟ لا لا هيدخل على الفرن على طول، مفيش نار. هو كمان سهل قوي صح؟ شكله واضح. مفيش بياخد 10 دقايق أو 12 دقيقة صح يا عم؟ تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ ندحرج البيض. يلا. ماشي؟ اتدحرج واجري. يا رمان. مش هقدر ارجع دول ورا. بتدحرج البيض بس بدون ولا اي شيء؟ هو ملح وفلفل بس وسمنه اوكي. بس كده او زبده براحتك يعني. اوكي انا بحب البيض لحاله هيك. لا ما بحب اسمه، بحب اكل هاي زي ما هي. ده لازم يتدحرج بتاع الكشري ده نحطه في الرز. بيحطوه في الرز او جنبه، طعمه تحفه. وعارفه بعمل ايه للبيض ده؟ انا بعمل له زي دقه بالثوم والخل او النعناع او كزبره او اي حاجه من دي، واقعد اغطسه فيها وانا باكل. لا انا زعتر مع ملح وفلفل، بحبه قوي كده. ما هي اصلا الدقه اللي انت بتقول عليها دي لازم تبقى موجوده مع الاكل، سواء مع الطماطم او البتنجان. بالظبط. فانت سيبي شويه منها وخدي فيها كده او في الطبق بتاع البتنجان، اتفسي كده البضايه وكليها. بس انا جوعت بقى بجد. بطني عماله تصوصو. انا فصوت يطلع. هلا رح ناكل. صد الحنك ما صد الجوع. انا والله سبتها عشان كده عامله حسابي. بصي بقى انا هنزل هنا اهو برده شويه سمنه حلوين كده، وهاخد من الملح والفلفل اللي هنا واحطهم على البيض كده. ملحه شويه صغيرين. طب ليش ما تحط مثلا على نفس السمن الملح والفلفل؟ لا عليهم من هو، انا مش عايز كتير يعني. اوكي بس تمليحه كده. اوكي ماشي. وهنزل ادحرج دلوقتي. انا عايزه اشوف كيف بدحرج، يعني زي بالبلدي كده يحمرهم عادي. اوكي يعني لفلفل. يلا سيح دي بس. وهنزل على طول، انا بعمل كده عشان يدحرجوا في الملح والفلفل كمان. وينزل يا معلم بس كده. هنسيبهم بقى ونقلبهم كل شويه لحد ما يتدحرجوا. بس هو ده بالظبط كده، بس كده. اما اجيب لكم بقى النجم ده من تحت. بصوا بقى انا محضر لكم طبعا جزر اللي هو الرز المعمر، شايفه اكنه حلويات. سلم ايديك يا عموره حبيبتي. وايه رايك يا مروه في رايي ده؟ انا عايزه اقول لاستاذ راقي تختم دلوقتي بينا. يا اما هتجيب لي طبق دلوقتي حالا وتجيب لي معلقه. عن جد في الستوري، ما هو الفضايح دي احنا بنسيبها للستوري عندي على الانستجرام اهو. لسه ده لسه قدامه شويه عشان يتدحرج. بيكون ملسوع اكنه متعور. محمر عادي حاجه محمر. احنا بنعمل زيه نفس الشيء بس شيء اسمه بيض حميم. بس احنا مش حميم؟ حميم. أوكي. بس مش مقلي او مش مع زيت، بنرميه بالفرن. بس انت بتكلميني وانا عيني حاطاه فين؟ انا بس هنا على فكره انا مش مع الناس. الفرن زاكي بس بصير لونه على هيك ازرق، على مش عارفه اكنه محروق. ازرق؟ كثير زاكي. ازرق. يعني بس بتحطيه بالفرن بتصير لونه غامق، القشره بتضلها بيضة بس من جوا بكون محروق بشهي كمان. اوكي. عايزاك تحمره قوي، تحمر البيض. انا بحمر قوي البيض، بحبه كده وهو محمر قوي. انت عارفه دي مشكله عندي وناس كتير بيقولوا لي ساعات ده غلط.
لكن لما باجي احمر الاكل سواء الفراخ او كده لازم اخليها غامقه قوي. بحب كده جدا يعني بحب شكلها. بس غلط ليه يعني؟ هم قصدهم ما اعرفش، بيقولوا ان الغلط لما انت تسيب الحاجه تتحرق قوي على النار. تتحرق؟ لا، بس اللي هي مستويه زياده مش غلط. لا لا صحيا يعني مش غلط. كل على ذوقك والبس على ذوق الناس. بالظبط كده. يلا هوي في شفت بقى مش عاجبه البيض، ما هو ده ابتدى خلاص يشتكي يقول ان عايز اطلع، بس لسه شويه. انت عايزاه محروق اكتر؟ ليش عايزاه قد هي خلاص حمار؟ لا هي عايزاه يتعذب اكتر. اتس اوكي بنعذبه بعد ما نطلع اوف اير عادي يعني. ماشي احنا قربنا خلاص اهو دقيقه بس وهطلعه على طول. ماشي موافق. ماشي. طب احنا عملنا ايه النهارده؟ تعالي كده نعمل مراجعه نهائيه. عملنا ايه عشان يقوموا يقلدونا دلوقتي حالا ويعملوا الاكل الحلو؟ لازم يقلدونا يعملوا البتاع ده عشان بجد خطير. الاكله دي يا جماعه الكشري ده اكله الشتاء معروف عندنا ان احنا بنعمله مرتين في الاسبوع. اه والله. اه اكله الشتاء يعني اكله حلوه. العدس ده معروف في الشتاء بيتعمل كتير. وده كمان. بصي بقى عملنا ايه بقى؟ عملنا النهارده اشيك سد حنك هتشوفوه في حياتكم، مش كده ولا ايه؟ صح جملوني شويه. اه صراحه وزعكي كتير. وعملنا كمان هنا اهو الرز البرام بالعدس الاسكندراني ومعاه صديقه اللدود اللي هو البيض المدحرج طبعا، عشان ما فيش برام عدس وبرام كشري اصفر من غير بيض مدحرج، صح ولا ايه؟ صح 100%. كده هنطلع البيض. انا حابب ان انت مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس انت بتقولي صح 100% وخلاص. انا كنت بتحكي صح بالنسبه لي. حياتي انا. يا ويلي يا ويلي يا عيني فعلا على الريحه الحلوه. يعني يم. ماشي معلش يا مروه هحمصهم لك اكتر بعد الهوا. مش مشكله. ماشي انا راضيه بالتحميره دي. انا راضيه. انا بحب فيك ان انت قنوعه وراضيه. سلم ايديك حمر حبيبتي. اهو كده خلصنا كل حاجه ممكن تتعمل النهارده. ده خلاص وده هنا هنا سايب ورا سد الحنك بتاعي عشان لما بنقفل ما بلحقش حاجه، فانا سايبه لي ورا. وانتوا معاكم حاجات في المناديل. عارف عمرو سايب ليه؟ هيفتح الكاميرا بعد ما نخلص يقعد يصور اللي انا هعمله. بالظبط. طاقم من الكشري. بالظبط. طيب مش عايزين تقولوا للناس باي باي عشان اقول لهم في الاخر عملنا ايه؟ انا بدي احكي لكم ان شاء الله ان شاء الله لقائنا رح يتجدد اكيد بكره بحلقه جديده من هو وهن. كل عام وانتم بالف الف خير وان شاء الله دائما. مصر او زي ما انا بحكي مصر هي ام الدنيا، بلدي الثاني. بحبكم كثير وشوفونا وباي. دورك. طبعا انا بقول لكل الساده المشاهدين هتوحشونا جدا من النهارده للحلقه الجايه، وكل سنه وحضراتكم بالف خير. والنهارده بقى قوموا اعملوا الاكله المصريه الاصيله دي عشان كل الناس يا عمرو تنبسط بكمان سد الحنك. وعايز في معلومه بقى اخيره عايز اقولها للناس. سد الحنك دي عمرو عاملها ممكن يعني هي تنفع اكله اطفال لو حطوا فيها ستيكس كده صغيره يلكموا بيهم العيال ويناموا. ده انتوا لو عايزين تنتقموا من العيال. لا مش هنتقم والله العظيم. شكلها حلو شبه تشوكلت اصلا. ما هو لو عايزين تسكتوا العيال بجد اعملوها لهم. ودي تبقى التريت طبعا الاسبوعيه او المجامله ليهم الاسبوعيه، ما تبقاش ده اكلهم عادي لانها فيها سكر وفيها سمنه وشويه تقيل على المعده طبعا، فخليها للكبار او واحده للاطفال في الويك اند مش هم رايحين المدرسه ارجوكم، لان احنا مش ناقصين غباء. فالنهارده كان يوم حلو جدا وكان يوم بنتكلم فيه عن بطولات وانتصارات، وعملنا اكل بيفكرنا بالزمن الجميل، واستضفنا ناس كمان حلوين جدا فكرونا بحاجات كنا ناسيينها بسبب الحياه السريعه جدا. هقول لكم بسرعه عملت ايه النهارده. عملت كشري اصفر برام في الفرن دسم وحلو جدا، وفعلا البيت النهارده او الاستوديو النهارده مطبخ بالذات ريحته ريحه مطبخ الجدات. فيا رب تكونوا انبسطتوا بسد الحنك وكمان البيض المدحرج مع رز البرام، وهنشوفكم في حلقه جديده من هو وهن. باي باي.